بسم الله الرحمن الرحيم يا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاه والسلام على اشرف الانبياء وافضل المرسلين سيدنا مولانا ابي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين استغفر الله ربي واتوب اليه مَا أن حسن الاحتياط لا يكون بكاشف عن تعلق الأمر به بنحو اللماء ولا ترتب الثواب عليه بكاشف أَنْهُ بنحو الإين موضع البحث تنبيهات أصل البراءة وصلنا إلى تنبيه الثاني قلنا في تنبيه الثاني في تنبيه الثاني النقطة الأصلية هي تصوير الاحتياط في العبادات طبعا احتياط تام بشمول قص القرباء وهذا التصوير الإشكال في إثباته لم يكن إذا كان أمر شيء دائرا بين الوجوب والاستحباب لأن الوجوب والاستحباب لكلاهما أمر ولا يقع هناك أي مشكلة إنما المشكل إذا دار الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب كالإباحة والكراهة وأمثالها فهنا إِذًا يطرح هذا السؤال أنه إذا كان الشيء عبادة وأحد من أجزاء العبادة قصد القربة وقصد القربة يحتاج إلى الأمر فكيف نستطيع أن نَحْتَاطِ ونقصد ما هو جميع أجزاء العبادة منها قصد القربة وكيف هذا قص القربه بدون الامر يكون ثابتا في ما نحن فيه هذا كان اصل الاشكال في جواب هذا الاشكال البعض اجاب عن طريق الحسن والقبح العقلي وان العقل الذي يستقل بحسن الاحتياط يستقل بالملازمه بين العقل والشرع ففي النتيجه نكشف امر الشرعي جواب الثاني عن الإشكال ماذا كان؟ جواب الثاني عن الإشكال أن هذا العمل بدون شك له صواب، صواب أيضا بدون أمر الشرعي لا لا يمكن، وبما أن هذا العمل الاحتياطي المفهوس عن بعد إتيانه له صواب، فَأَنْ طريق الصواب نكشف عن وجود الأمر سابقا بعبارة أخرى الثواب يكون أثرا للأمر السابق. إذا الأمر بالاحتياط يوجد إذا كان الأمر موجود ما هو قص القربة إذن يتمشى نأتي بجميع أجزاء العبادة قربة إلى الله سبحانه وتعالى ولا يقع فيه أي مشكلة محقق الخراساني بالنسبة إلى هذين الجوابين عنده كان ملاحظة قال جواب الأول يستلزم الدور الذي أخلا يكون باطلا جواب الثاني أيضا متفرع على الجواب الأول، إذا كان أصل الاحتياط له مهزور عقلي ولا يمكن وقوعه، فجواب الثاني أيضا في مقام الإثبات لا يمكن تحققه، وبطبيعة الحال ما هو الجوابين عاجزان عن دفع الإشكال. إذا نحن إلى الآن في سبيل التخلص عن هذه المشكلة أي مشكلة تسوير الاحتياط التام في العبادات اذا كانت عبادة امرها دائره بين الوجوب وغير الاستحباب من بقيه الاحكام التكليفيه محقق الخراسان يقول ما ان حسن الاحتياط هذا الجواب في الحقيقه يكون اشكالا مشتركا او ردا على الجوابين اللذين ذكرناهما طبعا كلا الجوابين يعني هم توليد الأمر عن طريق الصواب وهم توليد الأمر عن طريق حسن الاحتياط أجبنا عنهما مع هذا نأتي لكل الجوابين بجواب مشترك جواب مشترك ما هو محقق الخراسان رضوان الله عليه يقول هذا الأمر الذي تستكشفونه عن طريق اللم والإن يعني عن طريق الحسن والقبح الذي يكون علة للأمر الشرعي أو عن طريق الثواب والعقاب الذي يكون ما هو الثواب الذي يكون أثرا للأمر الشرعي ومعلونا للأمر الشرعي نقول أمر المستكشف عن طريق اللم والإن في الحقيقة هو نفس الأمر بالإحتياط يكون والأمر بالإحتياط كما وزهناه سابقا يكون أمرا إرشاديا وفي الحقيقة ما هو هذا الأمر بالإحتياط نفس الأمر بالإطاعة يكون لأن الإطاعة المولى قد تكون إطاعة حقيقية في الموارد المعلومة مثل إتيان الصلاة الصبح وصوم شهر رمضان وقد يكون أمر المولى ما هو أو إطاعة المولى إطاعة احتمالية إطاعة الاحتمال طبعا يكون بهدف إحراز الواقع والوصول إلى الواقع نحن إذا نريد أن ندرك الواقع لابد لنا أن نحتاج وأن نأتي بهذا العمل ما هو من المحتمل أنه في الواقع يكون أمر الله سبحانه وتعالى، حاصل الباحث أن هذا الأمر هو الأمر بالإطاعة الذي يكون إرشاديا، والأمر الإرشادي لا يستطيع أن يولد العبادة ولا يستطيع أن يصحح عبادية عبادة المشكوكة. وطبعا هذا الأمر الإرشادي ليس فيه ثواب ليس فيه عقاب ولا يكون فيه أي قص القربة وامثالها الذي يحل المشكلة هو الأمر المولوي العبادي حتى أمر المولوي التوسل إذا لا ينفع فإذا كان عندكم أمر المولوي العبادي نحن نقبل منكم ونقول قص القربة إذا يتمشى باعتبار قصد امتصال هذا الأمر فلا يوجد هناك أي مشكلة ما دام لا تصححون ولا تصورون مثل هذا الامر اشكال الاحتياط في العباده يكون باقية في مكانه محقق الخراسان يقول مع ان حسن الاحتياط لا يكون حسن الاحتياط بكاشف عن تعلق الامر بالاحتياط بنحو الليم طبعا ولا ترتب الصواب على الاحتياط بكاشف عن تعلق الأمر بنحو الإن لأن الصواب معلول للأمر وطبعا ما هو الحسن والقبح يكون علة للأمر لأجل هذا يقول اللم والإن برهان اللمي يكون كشف المعلول عن طريق العلة وبرهان الإن عبارة عن كشف العلة عن طريق المعلول بل يكون حاله في ذلك حال الإطاعة بل يكون حال الأمر في ذلك يعني في مورد اللم والإن مثل حال الأمر على يهال ما هو في الإطاعة يعني في الحقيقة يكون ما هو أمرا إرشاديا فإنه فإن هذا الأمر نحو من الإنقياد والطاعة على يهال ما هو أمر الإرشادي أيضا باعتبار الإنقياد يوجب الثواب هذا نحن لا ننكره ولكن ما هو هذا لا يكفي في بحثنا هذا لأنه ما هو الترتب السواب ينسجم مع أي شيء مع إرشاديته أمر يكون إرشاديا سوابه إذا يكون باعتبار الإنقياد لا باعتبار أصل الحكم ففي النتيجة ما هو في بحثنا هذا نقول لا على يهال أمر لم يكون كافيا لا أمر الإن يكون كافيا لأنه كلاهما يكون إرشاديا وطبعا هذا الأمر الإرشادي والأمر المولوي ليس له سابقة طويلة في أصول الشيعة ويحتاج عليها ما هو إلى البحث إجمال الأمر الإرشادي لكي نعرفه جيدا نقول أصلا أمر الإرشادي تسميته بالأمر يكون مسامحيا لأن الأمر في الحقيقة أي أمر المولوي يساوي الإنشاء ويساوي الطلب بينما امر الارشاد في الحقيقه يكون نحو من الاخبار، وطبعا ما هو اخبار عن، عن،, عن عن المسلحه والاخبار عن المفسده، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه، هذه الكتابه ما هو في الحقيقه يكون امرا ارشاديا. ويشير ما هو إلى تحقق المصلحة عليها أو المفسد عليها لا أن مخالفة نفس الأمر يترتب عليها الثواب والعقاب إذا أمر الإرشاد يكون إخباريا لا يكون إنشاديا طلبه إذن لا يكون طلبا حقيقيا ولا يكون فيه أي ثواب وإقاب إذا نريد أن نعرف الأمر الإرشادي نقول أمر الإرشادي هو الأمر الذي صدوره يكون في مكان العقل يعني يبين حكم الذي يفهمه عقل الآدمي ولكن مع هذا القيد الإضافي بشرط بشرط أن يكون هناك ما هو مشكلة عقلية لو نحمل هذا الأمر على الأمر المولوي بعض الأوقات هناك إرشادات الشرع في موت العاقل، ولكن ما هو من حمله على المولوي لا يتحقق هناك مهزور كالدور وأمثاله. مثلاً بالنسبة إلى الإحسان إلى الوالدين، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بالنسبة إلى رد الودعاء، بالنسبة إلى قبح الظلم وأمثاله، هناك حتى إذا كان أمر شرعي في جنب أمر عقلي، نقول ما هو مهزور العقل لا يتحقق، هذا لا بأس به، نستطيع أن نحسبه أي شيء مولوياً أيضاً. ولكن في بعض الأحيان في موتن حكم العقل، يأتي الحكم الشرع، لو نحمله على المولوية يتحقق مهزور عقلي، كالدور مثل في مثل أتيعوا الله وأتيعوا الرسول وأولي الأمر منكم لأنه من لازم يكون دور صريح. في مثل هذا طبعاً ما هو لابد من حمل هذا الأمر أمر المولوي أمر الشرعي على الإرشاد وطبعا هذا المهزور الأقلي قد يكون دورا قد يكون لغوية على حال إذا استلزم المولوي المهزور العقلي فلا بد من حمل الأمر على الإرشاد هذا كان لب البحث بالنسبة إلى أمر الإرشادي وطبعا أمر الإرشادي يحتاج إلى البحث الأكثر من هذا مهم صاحب الكفاية رضوان الله عليه يقول فإنه نحو من الإنقياد والطاعات. هذا الاحتياط يترتب عليه السواب نحن لا ننكر الثواب ولكن ترتب الثواب لا يصاب كون الأمر مولويا يمكن أن يكون إرشاديا ولكن الصواب يكون باعتباره الإنقياد والتعاء وما قيل في دفعه هذا في الحقيقة جواب ثالث عن الإشكال إشكال كيفية تصوير الاحتياط في العبادة إذا كان أمر العبادة دائرا بين الوجوب وغير الاستحباب شيخ الأنصاري رضوان الله عليه يأتي بهذا الجواب يقول الاحتياط على قسمين بعض الأوقات احتياط يكون احتياطا حقيقيا وتاما أي رعاية تمام الأجزاء والشرائط للعبادة منها قصد القربة نقول الحق معكم إشكالكم يكون واردا ولكن احتياط الذي نحن نقصده هنا احتياط الذي نحن نقول يمكن في بحث العبادة هو اتيان جميع الأجزاء والشرائط ما سوى قص القربة إذا الاحتياط في العبادات إذا يكون ممكن ولكن احتياط الأقلي وبالنسبة لهذا الاحتياط الأقلي أي اتيان بجميع الأجزاء والشرائط ما سوى قصد القربة نقول أمر الاحتمالي إذن يكون كافيا نحتمل أن هناك أمر نحتمل أن هناك طاعة المولى فنذهب وراءه ونأتي به ولا نحتاج إلى أكثر من هذا أمر الجزمي بحيث صحح لنا قصد الامتصال لا نحتاج إليه صاحب الكفاية يقول وما قيل في دفع هذا الإشكال القائل هو الشيخ الأنصاري من كون المراد بالاحتياط في العبادات هو مجرد الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدانية القربة يقول وما قيل في دفع الإشكال فيه صاحب الكفاية رضوان الله عليه يقول هذا الجواب الثالث أي جواب الأستاذ شيخ الأنصاري رضوان الله عليه أيضا لا يكون تاما وتماما لماذا لا يكون تاما نقول احتياط الذي صورتمه في هذا البحث هذا خارج عن بحثنا وفي الحقيقة ما هو لا دليل عليه الذي يدل على حسنه العاقل والذي يرشد إليه الشارع هو في الحقيقة احتياط تام برعاية جميع الأجزاء والشرائط وإلا أنت إذا تحذف بعض الأجزاء وتسمي اسمه احتياط وتأتي بإصلاح جديد نقول هذا الاحتياط الناقص وهذا الاصطلاح الجديد لا دليل عليه هذا اشكال الاول مضافا الى عدم مساعدة, مساعدة الدليل حينئذ يعني جميع الجهات أدانية القربة على حسن هذا الاعتياد بهذا المعنى في العبادة عقل لا يدل على حسنه لماذا؟ لبداهة أن هذا الاحتياط بالمعنى المجازي والناقص ليس الاحتياط باحتياط حقيقة هذا في الحقيقة لا يكون احتياطا لأجل هذا أولا نقول عقل لا يدل على حسنه والأمر أيضا لا يرشد إليه على فرض جواب الثاني أفرز هناك تجدون أمرا في خصوص العبادة ويرشد إلى مثل هذا الاحتياط نقول هذا بعد بنفسه يسير مولويا لأنه ما هو في مورده العقل لا يدل على حسنه يقول بل هو أمر بل هذا الاحتياط أمر لو دل دليل على هذا الاحتياط لو دل على هذا الاحتياط دليل كان الاحتياط مطلوبا مولويا نفسيا عباديا هذا بعد بنفسه يصير ما هو أمر العبادي بعد بنفسه يصير أمر المولوي النفسي وبنفسه يصير ما هو عبادة مستقلة نحن نتكلم عن الأمر الإرشادي الذي ما هو بنفسه عليها لا يكون أمرا مولويا وعباديا لأجل هذا يقول والأقل لا يستقل إلا بحسن الاحتياط والنقل لا يكاد يرشد إلا إلى الحسن الاحتياط لأجل هذا هذا الذي أنت تتكلم اسمه يكون احتياطا وإلا في الحقيقة معناه غير احتياط المصطلح هو في الحقيقة أصلا أنتهي ما تأتي به هو بنفسه يحتاج إلى طاعة مستقلة يحتاج إلى الثواب المستقل عقاب المستقل وأصلا لا نحتاج ما هو هذا الاحتياط لا يستطيع أن يرتبط بتلك العبادة وأنه كيف نأتي بها إذن إشكال الثاني أن هذا يسير أجنبيا عن بحثنا، وطبعا ما هو موضوعه يسير احتياط الشرعي، وبعنوان الأمر المولوي. جيد، يقول: نعم لو كان هناك دليل على الترغيب في الاحتياط في خصوص العبادة، هذا بعد بحث آخر. أفرزنا نحن نجد دليلا خاصا أنه الاحتياط في العبادات أيضا يكون مطلوبا. لو وجدنا مثل هكذا دليل مثلا في القرآن أو في الروايات خصوصا لو وجدنا لأنه بحث يكون بحثا فرزيا بما أنه ما هو في دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب احتياط لا يكون ممكن لأجل هذا الإشكال الذي ذكرناه فنحن مجبورين أن نحمل هذه الأوامر على أي شيء فنحن مجبورين أن نحملها على كلام الشيخ رضوان الله عليه نقول مراد الروايات من الاحتياط هو الاحتياط الناقص لأن الاحتياط التام لا يكون ممكنا لأجل هذا كتوزيح وفي الحقيقة كثمر لكلام الشيخ الأنصاري يقول نعم لو كان هناك دليل على الترغيب في الاحتياط في خصوص العبادة لما كان محيص عن دلالته عند دلالة هذا الافرز دليل اقتزاء وعليها على نحو الالتزام على ان المراد به بهذا الاحتياط ذاك المعنى معنى الذي ذكره الشيخ اي احتياط ناقص بناء على عدم امكان الاحتياط في العباده بمعناه بمعنى الاحتياط حقيقة كما لا يخفى في الحقيقة نتيجته ما هو أنه ما هو إذا قلنا احتياط التام لا يكون ممكن وإلى الآن لم نستطع أن نجيب عن نتيجته أنه الرواية التي وردت فرزا وتؤكد على الاحتياط في العبادات نقول في خصوص دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب نحمله على كلام الشيخ نقول المراد من الاحتياط هو الاحتياط الناقص للمحزور العقلي لأنه احتياط التام لا يكون ممكنا وطبعا آخون هنا ما يقول بناء على عدم إمكان الاحتياط في العبادة بمعنى الاحتياط حقيقة كما لا يخفى هذا يشير إلى مبنى نفسه إلى الجواب الرابع الذي فيما بعد نقرأ آخون رضوان الله عليه يصور الاحتياط في العبادة مطلقة حتى في مورد الوجوب وغير الاستحباب لأجل هذا فيما بعد نحن نبين أن الاحتياط يكون ممكن في العبادات كالتوسليات ولا يوجد هناك اي محظور لاجل هذا ما هو؟ هذا في الحقيقه كان توزيه لكلام الشيخ بناء على عدم امكان دفع الاشكال. جيد بعده يقول انه التزام بالاشكال وعدم جريانه في جريانه فيها وهو كما ترى انه التزام بالاشكال الى الآن ذكرنا ما هو؟ إشكالين على كلام الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، وطبعاً مع جوابين. في الحقيقة محقق الخراساني يأتي بثلاث أجوبة على كلام الشيخ الأنصاري. جواب الأول أن الاحتياط الذي تذكرونه لا يكون شاملًا في أدلة الاحتياط. جواب الثاني أنه لو كان هناك دليل عليه يكون أجنبيًا عن بحثنا. جواب الثالث الذي الآن ذكرناه نقول هذا في الحقيقة لا يكون جوابا هذا في الحقيقة يكون قبول الإشكال طبعا أنتم لم تجيب عن الإشكال أنتم تقولون نعم احتياط التام أي في مورد قص القربة لا يمكن في غير قص القربة نحتاج وهذا يقبله الخصم العلمي أيضا وفي الحقيقة ما هو وقع الصلح واتفاق النظر بينكم وبين الخصم العلمي لأجل هذا يقول فيه أن هذا الكلام من الشيخ التزام بالإشكال وعدم والتزام بعدم جريان الاحتياط في العبادات. بعد أخ رضوان الله عليه يقول وهو وهذا الالتزام كما ترى فيه إشكال. نحن نعتقد أن الاحتياط يكون جاريا واحتياط يكون ممكنا ونحن نقول ما هو احتياط في العبادات مثل التوسليات لا يوجد فيها أي مشكلة. وطبعا جواب هذا الإشكال سنبين إن شاء الله ما هو فيما بعد جواب الإشكال نبينه فقد هناك نكتة في وسط الباحث نحن ذكرنا مطلبا أنه ما هو بالنسبة إلى عليها ما هو سمرة كلام الشيخ رضوان الله عليه هو في الحقيقة كجملة معترزة ولا يرتبط بالجواب عن كلام الشيخ الأنصاري للشيخ الاخ هناك جواب نهائي كجواب الرابع عن الاشكال سندخل فيه ان شاء الله من حلقه مقبله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والعبد لا يرجو سوى فانعم واكرم واطعم ادعوك ربي مولاي ومجيبي والعمر انوار المغيب فاغفر بحال العبد يا الله فاصبر واغفر وارحم